مثيرة في أحد ديربيات الرور الشهيرة في أحد المباريات النارية في البوندسليغا، مباراة بوخوم وبروسيا دورتموند هنا في ملعب الرور شتيت. ديربيات الرور وتمثيل عربي في كلا الفريقين اليوم ما بين محمد زيدان المصري وعنتر يحيى الجزائري، وكلا اللاعبين يقرآن الفاتحة. كل التوفيق للاعبين في تقديم مباراة ممتازة تليق بسمعة الله.